معنا سيادة اللواء هشام بلال الخبير الأمني. سيادة اللواء صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا استاذ خلود. اهلا وسهلا، اهلا بيك يا فندم. يعني بنتقدم مره اخرى بخالص التعازي لاسره الشهيد، بنتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، ولكن يمكن سياده اللواء احنا في هذه الحالات ايضا بنتوجه ايضا بالتهاني لاسره الشهيد، لانه هو في الحقيقه يعني شهيد الواجب، هو في مكانه احنا كلنا بنتمناها. تفضل يا فندم تعليق حضرتك. والله بالطبع طبعا هو رسالة أنا عايز أوجهها ليد الإرهاب الأسود، إن يعني مهما حصل إحنا عندنا مستعدين نقدم كل يوم شهيد واثنين وثلاثة وأربعة من أبناء الشرطة، لأن ده واجبنا في الأول وفي الآخر. وكلنا كل الضباط بيبقى وهو داخل كلية الشرطة بيبقى متوقع لهذا اليوم، وطبعا احنا فداء للوطن وفداء لأبناء الوطن. وطبعا يالي الإرهاب دي احنا تعودنا عليها هنا في مصر، ان مصر مستهدفة، وبالذات طبعا في الاحداث اللي بتحاول انها تعمل وقيعه بين طرفي الامه في اوقات طبعا ومناسبات دينيه بتبقى معروفه. وطبعا هو يعني هو بيستهدف الوقيعه ما بين ابناء او طرفي الامه بصفه مستمره، على اساس ان هو يعني ان هو بيحاول ان 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 يبين ان مصر ما فيهاش امان، ومصر فيها نوع من انواع الاضطهاد، والكلام ده طبعا على خلاف الحقيقه. وبيبين المجتمع الدولي ان مصر قد ايه مستهدفه، قد ايه مستهدفه في شعبها. يعني يجب ان احنا هنا في مصر نتاكد ان هم بيحاولوا ان هم يعني بيستهدفوا ازاي يعملوا انقسام في الشارع المصري. هم يا فندم بيستهدفوا ليس النظام، يعني هم بيستهدفوا المصريين، بينتقموا من الشعب بالضبط. المصري اللي يعني لفظهم ورافض كمان وجودهم. بالظبط بالظبط. ربنا يرحم الشهيد، وانا طبعا بتقدم بالتعزيه أولا لزملائه، ثانيا لأهله، ثالثا للشعب المصري كله. لأن طبعا وبقول لزملائه وبربط على كتفهم وبقول لهم إن هو ده دوركم وهو ده واجبكم، وإن يجب إن إحنا ما يعني إن إحنا نستمر في مكافحة الإرهاب الأسود، ويكون دائما لينا يعني لازم ان احنا نعرف ان ده واجبنا، والحمد لله على كل شيء، وطبعا البقاء لله لمصر كلها. يعني يمكن يعني سيادة اللواء احنا متعودين من جهاز الامن الوطني هذه العمليات الاستباقية اللي بيجهضوا من خلالها الكثير من العمليات الارهابية اللي ممكن تروح من خلالها الكثير من ارواح الابرياء. يمكن اعتقد بعض هذه الجماعات الإرهابية انه ربما تكون الدولة منشغلة بسبب أزمة كورونا، ولكن في الحقيقة الدولة المصرية بالأمس أثبتت انها دولة حاضرة وواعية وجاهزة، من خلال ان هي طبعا كشرت عن أنيابها في وجه هذه الجماعات الإرهابية، من خلال ايضا عملية استباقية ناجحة. يعني خلينا برضو نصفها ان هي طبعا عملية استباقية ناجحة، كان هيروح أمامها الكثير من أرواح المواطنين الأبرياء. استمرار نجاح جهازنا الأمني الوطني في هذه العمليات الاستباقية في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها، حضرتك شايفة يا فندم ازاي؟ أولا ده بيدي مدلول لكل الناس إن هناك سد منيع موجود بيحمي الشعب المصري
اسمه جهاز الأمن بصفة عامة وجهاز الأمن الوطني بصفة خاصة. ادي اول حاجة، ده اول رسالة، ان الأمن السياسي والأمن بمدلوله الشامل موجود وصاحي وعارف هو بيتابع ايه، وان كمان بيحصل طبعا تنسيق ما بين كافة أجهزة الداخلية في وقت واحد علشان نشوف ملحمة زي اللي احنا شفناها امبارح. ادي تاني حاجة. الحاجة الثالثة، ان جهاز الأمن الوطني ما فيش حاجة بتلهيه عن الاطلاع بالواجب بتاعه ومتابعة الحالة الأمنية ومتابعة كل ما يستهدف الوطن والمواطن المصري بصفة خاصة. يعني دي رسائل كثيرة بتبقى بتوجه كمان ان في معلومات، يعني يجب ان انا أبل يعني طبعا هو ما جاتش اعتباطا، ما جاش وهو ماشي كده في الشارع اشتبه في وقعة او في حادثة وجات، لا، ده في معلومات وفي اختراق لكافة الأجهزة الإرهابية اللي موجودة وبيتم متابعتها متابعة جيدة. يعني في اختراق، يعني في كم متوالي من الجهد والمجهود الأمني اللي وصلنا لده. يعني ده مش حدث عارض امبارح، لا، ده حدث حصل بمتابعة أمنية طوال الفترة اللي فاتت بمعلومات، مش جاي اعتباطا. انت واخد بال حضرتك؟ يعني يجب ان المواطن المصري يبقى عارف ان هناك جهاز عنده معلومات وعنده اختراق للاجهزه المضاده وللعناصر الارهابيه والعناصر المضاده، وبيتم متابعتهم متابعه جيده جدا الحمد لله. كلنا والله متأكدين أن مصر لديها جهاز أمني على مستوى عالي من الكفاءة ومن الحرفية، يستطيع القيام طبعا بكافة المهام في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها. سيادة اللواء، أنا بشكرك على وجود حضرتك معنا، شكرا ليك يا فندم.